السلام عليكم ورحمه الله. كي راكم دايرين؟ شنو الكوت سي؟ فوالا رجعتو، فوالا هكا راني معاك. كي راكم كوتي لاباس؟ الحمد لله. اسكت شويه خليني نهضر شويه. بالله فمك كاش مشكل، بصح انت كي راك تقول صافا لاباس لاباس. قمجه تريكو، لاباس تريكو مع شوميزو مع اديداس اريني. المهم خوتي، جيسبر تكونوا غالا بس. اليوم خوتي غادي نحكوا على محمد علي. ديجا راكم شفتوها في التيتر، ما تلعبوها زعما مع بالكم شو خلعتوا. اوه محمد علي ديجا شفتوها في التيتر وعبيها بيكيتو. وقبل ما نبدو الفيديو تاعنا تاع اليوم، شديروا صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما تنسوهاش خوتي، ما تنسوهاش. طارينا محمد علي باسكو حاجه الاولى مسلم، وحاجه الزوجه دافع بزاف على الاسلام لواحد لو بوان اللي نتوما ماكوش متخيلينه، وحاجه ثالثه دافع ثاني على العنصريه تاع النكراوات امريكان بكري، وحاجه الرابعه دار ثوره في العالم تاع البوكس. تسمى انسان اللي يليق نهضروا عليه. تو سامبلومون خوتي هذا سيد اسطوره. اسطوره فوالا. محمد علي زاد في 17 جونفي 1942 في لويسفيل في كنتاكي في امريكا. كي زاد ماركوه بالاسم تاع كاسيوس كلاي مارسيليوس جونيور، باسكو بوه سموه كاسيوس كلاي مارسيليوس سينيور، تسمى اسم واحد تعاود. ومور ما دخل الاسلام سمى روحه محمد علي على النبي صلى الله عليه وسلم. امه اوديسا كانت تخدم فام دو ميناج و ميم طو كويزينيير عند العائله الثريه تاع البويدين، باسكو كان الراسيزم تما ما تلقاش كاع عائله تاع البشره السوداء عندهم دراهم في هذاك الوقت. وبوه كاسيوس كلاي سينيور اش كان يدير؟ كان يتفتف، كان يبيع كيما نقولوا احنا صوالح كاع اللي داخلين في الدين في لا ريليجيون تاعه، كيما نقولوا سنسلا فيها لا كرو كتاب صغير هكا يتعلق على فايس كيما هكا. في 1954 صارت له واحد القصه، واحد ليستوار اللي علاج لها ولا بوكسور في المستقبل. كان عنده 12 عام وكان برا يلعب بالبيسكليت تاعه، حتى جاو وحدين وحقروه وداوله البيسكليت تاعه. في ديك اللقطه واحد اللوطو تاع لابوليس كانوا فايتين، دونك هو قال لهم حكى لهم كاع شصرا. وتما كان واحد البوليسي بيض سموه جوزيف مارتن، قال لمحمد علي قال له باللي دخلت تريني البوكس باش تولي تعرف تدافع على روحك. وكما كان الحال محمد علي تبع هذه النصيحه ولا هذا الكونساي وتخلي تريني البوكس. من موراها شاسرا مور اللي ترينا وتعلم البوكس عاود ولا عند هذوك اللي حقروه ودابز معاهم، هرس لهم فوامهم وعاود ادى البيسكليت تاعه. وفي ديك الدقيقه اخوتي فهم باللي لابوليس ما دير لك والو، سورتو الا كنت كحل في ذاك الوقت، وعرف باللي القوه هي اللي تجيب لك حقك. محمد علي بدا يكبر غير بشويه بشويه. والديه ما كانوش باغين يبينوا له العالم كيفاش ولا في امريكان، وما كانوش باغين يبينوا له على العنصريه باللي الخطا الوحيد تاعك هو انه كي تزيد بشره تاعك سوداء. ولكن محمد علي كي دخل يقرا فهمش معناتها العنصريه، وفهمش معناتها تكون من ذوي البشره السوداء في هذاك الوقت في امريكان. ولكن هذا الشيء ما منعش محمد علي باش يقرا ويتثقف ويطلع النيفو تاعه. كان كل يوم يروح يقرا يسمع الهضره العاليه وكل شيء، حتى واحد النهار خوتي البروف اللي كان يقريه بلون محمد علي قال لها عطش تعطيني شويه ما كانت محطوطه قرعه، ما بغاش يعطيه. قال لها على خاطرش انت من ذوي البشره السوداء غادي توسخ لي هذه القرعه، ما نعطيكش تشرب. شوفوا حتى لوين وصلت. ومام خوتي محمد علي كان كيدخل التواليت في البريمير اللي كان يقرا فيه، شغل دايرين لافابو تاع داوي البشره السوداء كاع مصدي قديم مهرس من كل جهه، الماء مسخ سباله قديمه، ومن لافابو تاع البويدين نقي جديد الماء حلو فيه وكاع، ممنوع على داوي البشره السوداء يتشوف هذيك السباله. ومام وصلوا كانوا دايرين حارس تماك في لاكونتين، كي كانوا يدخلوا ياكلوا ماشي ماكله واحده، من الفضلات لداوي البشره السوداء ومن الماكله الشابه لداوي البشره البيضاء، باش تفهموا واش كانوا عايشين خوتي. وتماك فهم كل شيء وفهم العنصريه اش معناتها. محمد علي من يدخل في الصاله يتريني جديد خلاهم سيد مريض، كانك شغل دو ناتور هكا من عند ربي، خفيف ويضرب ويجيك عنده واحد لا فورس انكرويابل ماشي ناتورال. الناس اللي كانوا تما قاعد شوكا وعرفوا بلي هذا السيد ماشي نورمال، كشغل غادي يوصل بعيد لو كان يزيد يكمل في البوكس. وهذاك البوليسي جوزيف اللي نصحه في البديه باش يولي بوكسور، كي شافه تما ولا لونترينور تاعه، ولا هو كشغل يتبعه، ولا مام البرادروا تاعه، ولا كيما نقولوا كيما بوه، ولا مهتم به وكاع ويحرص عليه. ومن موراها جا واحد من الجريسي كوميونيتي وشاف محمد علي وعجبه ولا المدرب تاعه، والاسم تاع هذا السيد هو فريتس تيرنر. موراها من كان عنده 14 عام في 1956 دابز مع واحد السيد غلبه، ماشي لا غلبه، قرعه طيحه كاو، هذاك السيد ما فهم والو، دونك ربحه ردخه كاو، ودا البطوله تاعه الاولى كاع تحت اسم جولدن بولز. والتحركات تاعه الخفاف هما اللي داروا الفارق، وتما كولاو يشوفوه المستقبل تاع لا بوكس. ولكن خوتي المشكله انه في هذوك العوام مالوروزمون العنصريه كانت طاغيه بزاف في امريكان، وعلى هذا الشيء كاع الشيء اللي كان دايره كان عندها غير 14 عام، حتى جورنال ما هضر عليه، حتى تلفزيون ما هضروا عليه، ما كانش اللي جبد عليه كاع. وهذه الحاجه اللي فريمون زعفاته بزاف، و اون ميم طون هي اللي موتيفاته باش يزيد يخدم. محمد علي ما حوش يفهم لعلاش
جورنال على تلفزيون على كاع جدول ديهم كيما راهم. دور راسه لقدام، خدم، تعب، ترينا ليل ونهار وهو يجري، وكان الحماس تاعه كبير بزاف، وكان دائما يزقي، دائما فرحان، دائما موتيفي، دائما يزغط بزاف، ودائما مقلق على لي زونترينمون. ومالغري صغره كان ديجا رابح 36 ماتش بلا هزيمه، 36 ماتش رابحه متتالي ماتش مرخوه. في 1960 محمد علي كاع العالم سمع به ولا يعرفه، علاش؟ على خاطر شارك في اولمبياد تاع 1960 وربح لا ميداي دور، وفي هذيك البطوله اللي كان يدابزه كان يربحه كاش ليك شغل كان يوصل له ولا. وكاع هاد الصوالح مالغري سا لي جورنو ولا بريس ما كانوش يهضروا عليه، علاش؟ على خاطرش راكم عارفين العنصريه هو ميكانيك حل شغل، كانوا حاقرينه وكانوا مشي باغيين واحد كيما هكا يبان في العالم. ولكن كاع هكا وفرض روحه بروحه بالقوة تاعه وبالانتصارات تاعه خلى الناس بالسيف تهضر عليه، حتى ولا على لسان كاع الناس. وكي ولا الماريكان مور اللي كمل مع الاولمبياد ودا ميداي دور وطلع علامة تاع الماريكان، تما ولاو شوية يحترموه. ولكن كاع هكا وما عطاوهش حقه. ولكن محمد علي ما حوش يفهم، زاد ركز في خدمته وشاف القدام، ترينا والسلام عليكم، هذاك الشيء اللي كان يهمه. زاد زير روحه اكثر واكثر ومراهق في 22 عام. في 1964 جات الفرصة الذهبية تاع حياته اللي كان يحوش عليها، مباراة ضد بطل العالم في هذاك الوقت سون أليستون، وهذا سون ما كانش واجد زعما، نقولها لكم ديريكت. في هذاك الماتش محمد علي خرج الغضب تاع سنين كاع اللي راه رافدهم، خرجهم في هذاك المسكين سون، هذاك جاي داير ماتش الاخر جاي رافد 10 سنين تاع زعاف في قلبه. خمجة خوتي بمعنى الكلمة، خمجة بدا طيحة كاو ما خلى فيه والو يصلح. Another jarring right hand that time, folks. Another one. Sonny wobbles. Sonny wobbles. Patches hasn't hurt. They might be stopping it. That might be all, ladies and gentlemen. Get up there, Joe. Get up there. Get up in the ring. كي طاح أليستون هذاك الأرض، محمد علي قاعد يصقي عليه وهو طايح ويقول له نوض كمل الماتش، باسكو كان عنده الغضب بزاف وكان متحمس بزاف باغي يدابز. وتماك ربح الماتش ولا البطل العالم في الوزن الثقيل، وتماك اسمه ولا يوزن ثقيل مالغري من البشرة السوداء. ولكن الأمريكان ولي جورنو ولي تلفزيون كانت بالسيف عليهم يهضروا عليه باسكو بطل العالم ولا. وتماك مور هذاك الماتش، مور ما ولا بطل العالم في الوزن الثقيل، مراها بيامات بغى يبين للناس زو صوالح، بغى يبين لهم باللي راه ضد العنصرية قلبو رب، وبغى يبين لهم أمام طون العقيدة تاعه باللي كان مسلم. شادر محمد علي كان انتيليجون بزاف، راح دار تصويرة مع مالكوم اكس وهو وحده ولزوج مبتسمين، هذه بينت للناس باللي محمد علي راح كونتر العنصرية، باسكو مالكوم اكس كان سياسي كبير وكان يدافع على ذوي البشرة السوداء كونتر البويدين، وأمام طون مالكوم اكس كان مسلم، تما محمد علي بين لهم باللي هو تاني مسلم. ومن ذاك النهار بدل اسمه من كاسيوس كلاي محمد علي. مالغريك وكاع الناس قالوا له ما تبدلش اسمك، علاش؟ خاطش ديجا الشعب اسمه تاع كاسيوس كلاي، وقالوا له بلي سيبون الناس كاع راهي تهضر بهذا الاسم وكاع الجرانين راهم يهضروا بهذاك الاسم، مي هو ما سمعش كاع بيهم، بدل اسمه على خاطرش كان يحب بزاف الاسلام ومحمد رسول الله عليه وسلم. Honorable Elijah Muhammad, that's my original name, that's a black man name. Cassius Clay was my slave name, I'm no longer a slave. What does it mean? Muhammad means worthy of all praises and Ali means most high. Do you intend to fight under that name? Yes sir, I want to be called by that name. I write autographs of that name. I want to be known all over the world as that name. من موراها مكترت لي ولا يربح كاع لي ماتش تاعه وكاع ما يخسرش، الادفيرسير اللي يجي يقرعه حتى ولا شخصية كبيرة ومحبوبة في كاع العالم، حتى وين وصل وين هو رد الناس يبغوا البوكس، هو وين زاد شيعه. ذاك الوقت كان مشهور بزاف غير في الامريكان في شي بلايص واحد اخرين، مي من موراها كاع العالم ولا يسمع به وانفلونساش على الجينيراسيون. ولكن السياسيين بداو يخافوا منه ويخافوا من التأثير اللي يديره، على خاطرش هو كشغل ولا يبين باللي هو كحل وشخصية قوية بزاف مكاش اللي يغلبه، كي بيض كي كحل، دونك ولا يأثر على الكحلين المحكورين من عند البويدين، شغل ولا رمز سياسي ولا رمز باش الكحلين يديروا النهضة وباش يهضروا على حقهم. على بها السياسيين خموا باش يديروا له فخ ويدخلوه للحبس باش يتهنوا منه. وعلى بها موراها في 1967 بغاو يديروا له التجنيد الإجباري، يرسلوه للعسكر بالسيف باش تما يقتلوه ويقولوا باللي مات. ولكن محمد علي ما راش على خاطرش أسباب دينية
وشخصية وتانيك شغل فاق بيهم فاق بشكل وبغين يديروا. ولكن تما وين بدات الحرب بين الحكومة ومحمد علي، قلعوا له قاع الألقاب تاوعه، قاع الجرائد انقلبوا عليه ولاو يكتبوا في الجورنال كاسيوس كلاي الجبان، ما ولاوش ما با يستعملوا اسمه تاع محمد علي، وتما وين بغاو يدخلوه للحبس 5 سنين. هما الهدف تاعهم تما كانوا يحطموه يحقروه وما يخلو فيه والو، ولكن ما كانوش عارفين روحهم معاه من راهم يدابزوا. انسان ما يخاف من والو وفريمو عنده لونفي وعنده دائما الحماس باش يزيد يخدم ويزيد يخدم. تما خرج بواحد الانترفيو بواحد الهضره اللي قعدت في التاريخ حد الان، قالهم باللي يا اما ندخل لارمي ولا ندخل 5 سنين الحبس، ولكن كاين اوبسيون ثالثه اللي هي العداله. وقال تانيك ماريكان بغيتني نروح نرفد سلاح نقتل ناس ابرياء فقراء خوتي اللي من بلدان وحدوخرين اللي ما داروا لي والو، وعلاش نقتلهم غير هكا بلا سبه. كان ذكي بزاف في هضرته، يعرف كيفاش يهضر في لي انترفيو. And I will say here boldly now on television, no, I will not go 10,000 miles from here to help murder and kill another poor people simply to continue the domination of white slave masters over the darker people of the earth. My conscience won't let me go shoot my brother or some poor hungry people in the mud for big powerful America. والمشكلة مشي غير 5 سنين تحبس، زادوه غرامة 10,000 دولار. قلت 10,000 دولار في هذاك الوقت كانت كشغل ملايين تاع اليورو في الوقت اللي رانا فيه. ولكن خرج بكفالة ب66 كشفة باش خرج، وموراها 3 سنين تاع عذاب. 3 سنين ما خرجش من البلاد، ما حوش، ما شافش بلاد واحدة أخرى، ما تريناش وما خلاوهش يدير لابوكس، كانوا مانعين عليه لابوكس. تما تخيلوا 3 سنين وهو غير يجري خطرة على خطرة، ما يترينيش، مانعين عليه كاع الصالات. تما بغاو يعذبوه، بغاوه ينغبر، بغاوه ما يوليش اكزيستي. وموراها قاع هادي 3 سنين وهو غير يهضر ويدافع على حقه باش يرجعوه يلاكم، باسكو كان يبغي لابوكس بزاف. نهار من نهارات سمحوا له باش يولي يلاكم مور ما طيحوه قاع. وعلاش سمحوا له؟ على جال دراهم باش يعاودوا يديروا دراهم موراه، باسكو الشعب يدخل بزاف يتفرجه، وباسكو لي شيفر تاع دراهم الارقام تاع دراهم طاحوا تاع لابوكس هذا ما كان. ومور ما ولا دير دي ماتش كونتر شخصيات كبار وربحهم كيما اوسكار بونافينا وجيري، هادو كانوا دي بوكسور كبار بزاف في ذاك الوقت، مي هو كرفسهم. وهذوك لي ماتش كانوا يماركو الروتور تاعهم باش يقولوا بلي محمد علي راه ولا. مي في الماتش الثالث صرالي ما كانش يتوقع فيه وكاع الناس ما كانوش يتوقعوا فيه. هذا الماتش كان اسطوري وقعد في التاريخ على خاطرش دابس كونتر واحد بارمي لي غروند ليجون تاع البوكس اللي هو جوي فريزر. والحاجه اللي ما كانوش يتوقعوا فيها الناس هي محمد علي خسر كونتر جوي فريزر، ومن موراها قال لهم بلي خسرت على خاطرش 3 سنين كامله ما درتش البوكس، وعاودوا رجعوني وكي رجعوني الماتش الثالث تاعي داروني كونتر جوي فريزر على بها على خاطرش كانوا باغين يحطموني، مي غادي نعاود نولي ما تخافوش. من موراها دابس كونتر بزاف لي بوكسر واحد اخرين وكاع ربحهم بلا استثناء، حتى جا الماتش تاعه واحد اخر كونتر جوي فريزر. هذا الماتش كان الروتور تاع الالي تاع الاول اللي خسر فيه محمد علي، وهذا الخطره محمد علي دابز وربح، ما خلى فيه والو وخلف التأر، كان فرحان بزاف. ومن موراها صرا بيناتهم ماتش ثالث واحد اخر، وهذه الخطره الثاني محمد علي ربح. وهذا جوي فريزر مع محمد علي في البدايه كانوا يكرهوا بعضهم بعض، بيناتهم كان عداوه كبيره، وفي كل انترفيو كانوا شغل واحد يهضر في الاخر. مي من مورا هادو ثلاثه تاع لي ماتش ولاو افضل اصدقاء، سورتو من جوي فريزر شاف ملي محمد علي دخل الحبس ودائما كان يدافع الكحلين كونتر العنصريه كشغل مام جوي فريزر هذا كحل، دونك جمعه وتاثر معاه ولاو افضل اصدقاء ولاو كل خاوة. موراها فات الوقت ومحمد علي كان دائما يدابس في الناس اللي يجي يقرعه، حتى جا نهار وين جاه واحد الماتش اللي كان فريمون يحوس عليه محمد علي. وعلاش كان يحوس عليه؟ باش يرجع الالقاب تاوعه. الماتش هذا كونتر جورج فورمان، وهذا جورج فورمان كان بطل العالم في هذاك الوقت. تما كون محمد علي يربحه يولي هو بطل العالم ورجع الالقاب تاعه. الماتش تاع البوكس اللي ندار بيناتهم ديروا في بالكم باللي من افضل مباريات البوكس في التاريخ تاع البوكس. وانفا مور مع عوام والعنصريه الدايه منه كل حق، محمد علي ربح ولا بطل العالم من جديد وعاود استرجع المكانه تاعه، وبين للناس باللي اي حاجه تقدر ديرها لازم عليك تخدم وتتعب. مع مرور السنين محمد علي ربح بزاف ناس ودافع اللقب تاعه سنين وسنين، ولكن كل حاجه عندها نهايه تاعها. محمد علي كي ولى عنده 39 عام بدا يولي ثقيل شويه في الحلبه، وبدا ما يوليش كيما كان قوي، القوه تاني نقصت له. علاش؟ كان بدا يجيه واحد المرض تاع باركنسون، ولكن هو ما كانش على باله. تما بدا يتقال وبداو الناس يربحوه، وبدات لي ماتش تاعه ماشي كيما كانت، بدات تولي ضعيفه. ومن تما قد به مرض الباركنسون. شنو هو مرض الباركنسون؟ كسول مرض عنده علاقه بالجسم تاعنا وبالعمود في
الإحتقاري فشلنا وتحكمنا الرشفة من قال الجسم. ومور هادي خسر زوج تاع لي ماتش واعتزل ديريكت موراها باسكو مرض بزاف والباركنسون بدا يبان فيه. ولكن رغم المرض اللي كان فيه البوكس حبسه، ولكن جامي ما حبس الدفاع تاعه على الإسلام تاعه وعلى الشعب تاعه ذوي البشرة السوداء. كان أيقونة، كان اون ليجوند كيما مالكوم إكس وكيما مارتن لوثر كينغ. وموراها 3 جوان 2016 جاء الخبر مات محمد علي. ناس كاع حزنت عليه، كان عنده 74 عام في هذاك الوقت. خلى حزن كبير موراه، الله يرحمه ويوسع عليه، واسمه يحكي عليه وحياته تحكي عليه. هذه كانت القصه تاع محمد علي الله يرحمه ويوسع عليه. ولكن قبل ما نكملوا كاين واحد لي ديتاي، كاين واحد لي زانيكدوت، حكايات صغار غادي نحكوا لكم عليهم، واحد لي انترفيو صراو له. محمد علي كانت فيه واحد العفسه واحد الخاصيه، وين كان قبل الماتش يهضر مع لي زادفيرسير تاعه ولا الخصوم تاعه، وكان يقول لهم واحد العفسه وكانت تصرا في الماتش. كيما بار اكزومبل خطره قال الخصم تاعه باللي غادي مور الراوند الرابع غادي سنيك يطيح وغادي يطيح كاو، وكيما قال له صرات في الماتش. من الكدريات اللي محمد علي كان يعرف يهضر بزاف وكان ذكي بزاف لي زانترفيو، كانوا يعيطوا له ذا بويتيك بوكسر، معناتها الملاكم الشاعر. ساعه قلنا لكم باللي محمد علي انسبيرا دي جينيراسيون تاع دي بوكسور، وهادو لي بوكسور تاني كبار بزاف كيما الاول فيهم مايك تايزن. مايك تايزن في شعل من الخطره وشعل من الانترفيو كان يعبر على الحب تاعه على محمد علي، وقال لهم باللي بيه هو اللي وليت نبغي البوكس وكنت نفرجه في التلفزيون، وبيه اللي وليت شراني دروك، وهو اكبر مثال واكبر قدوه لي في الحياه. ومايك تايزن تاني دخل الاسلام وتبع خطوات محمد علي. وكاين تاني ديون تاي ويلدر بطل الملاكمه للوزن الثقيل تاع دروك، تاني عبر لهم على الحب تاعه لمحمد علي وقال لهم بنهار اللي مات حسيت كي شغل جدي مات. وبزاف بزاف دي ستار واحد اخرين وفي كاع المجالات وكاع لي سبور ماشي غير في البوكس. He's not gonna quit, you gotta kill him. He won't quit. In a way, I respect the guy like that so much. I have so much admiration for a guy like that so much. But that's a part of Ali. That's where he overshines me, because I can't understand a man that's willing to just really die. Ali is a giant. There's no way the fighters can match him. He'll die for this shit. He'll die. I'm not gonna die for this. Man, it was heartbreaking. You know, it was very sad for me. It really felt that I lost a grandfather. You know, but that's how much I looked up to Muhammad Ali. The greatest man I ever met. To say he was the greatest boxer is a put down. He was bigger than boxing. He was bigger than anything. محمد علي احنا كمسلمين الحاجة اللي كانت تعجبنا فيه بزاف هو انه كان يدافع على الدين الاسلامي في كل بلاصة يكون فيها، في كل انترفيو يكون فيه يهضر بكل افتخار على الدين تاعه، باللي يبغي الدين تاعه وباللي الدين تاعه هو الحق، ويفهم الناس الفرق بين ديننا والديانات الاخرين الخاطئة. And also you're one of the public figures. You don't hide from your public. You walk around, you talk to people, you meet people. That's right. Have you ever thought about being assassinated? Did I beat you, man? You did. Yeah. If I get shot or something happened to me, it'd have to be because somebody don't like me for what I believe or everything I think. Yes, sir. And I'd die for them. You would. And let me tell you, if somebody want to get you, see, in the Holy Quran, the Islamic Bible, it says, not one soul comes on earth without the permission of Allah, God. Not one soul leaves without the permission. When you die, it's time. So I don't believe that it's time for me to die in that way. If it is, then I will. Do you have a bodyguard? Do you have? No. You don't? I got one bodyguard. He has no eyes, though he sees. He has no ears, though he hears. He remembers everything with the aid of mind and memory. When he wishes to create a thing, he just orders it to be and it comes into existence. But this order is not conveyed in words, which takes a tongue to follow it, or with sound carries ears. He hears the secrets of those under quiet thoughts. He stops those whom, who's that? It's God. He's my bodyguard. He's your bodyguard. He's the supreme. I'd like to know what you're going to do when you retire from boxing. When I retire from boxing, I really don't know. I want to say something right here. You all might, this might make you all think. Get ready to meet God. Owning real estate, going in business, teaching boxers, that won't get me to heaven. How many here believe there's a supreme being, believe there's a God? How many believe there's some power that made the sun, the moon, the stars? How many believe that this stuff didn't just come out here, somebody wiser than us made it? How many believe there's a God? How many believe there's not a God? All right,
If I told you, you who don't believe in God, if I told you that this glass sprung into existence, this glass made itself, no man made this glass, would you believe it? If I told her this television station popped into existence, it just, no man made it, you said Muhammad Ali's crazy. All right. If that glass couldn't make itself, if this building didn't make itself, then how did the moon get out there? How did the stars and Jupiter, Neptune and Mars and the sun, how did nature, how did all this come here if didn't know why something planning to make it? So what I'm saying is, I believe that we're going to be judged. God is watching me. God don't praise me because I beat Joe Frazier. God don't give nothing about Joe Frazier. He wants to know, how do we treat each other? How do we help each other? So I'm going to dedicate my life to using my name and popularity, helping charities, helping people. So when I die, if there's a heaven, I want to see it. We all going to die soon. This is not the life now. This is a test to see where will we spend our life. Your soul and your spirit never die. That's going to live forever. So your body is just housing your soul and spirit. So God is testing us on how we treat each other, how we live, to see where our real home be in heaven. So this physical stuff don't last for so long. واحد الخطرة كان كبير تاني كان حكمه المرة على الباركنسون ما كان ينجم يهدر كان كشغل بعقله وقع كان نورمال دونك جابوا في واحد الشودرة ولا في الانترفيو بعد في واحد اللقطة جابوا له مايك تايزن. مايك تايزن كان في البداية تاعه كان جان وكان يطرطق في ذاك الوقت دونك تماك سقسوا محمد علي وقالوا له باللي لو كان في وقتك انت تدابز مع مايك تايزن دروك شكون اللي يربح. محمد علي بكل تواضع وبكل احترام قال لهم باللي مايك تايزن هو اللي يربح. He's a real champ. Really? I think so. Yeah, you're a real champ. Yeah. Who would have won if you fought this man in your prime? I was so fast. Uh-huh. If he hit me. أنيكدوت واحدة أخرى على محمد علي الله يرحمه ويوسع عليه. الحكاية اسمها Say My Name، قول اسمي. في 1967 محمد علي كان عنده ماتش مع إيرني تيرل، وقبل الماتش في الانترفيو وكل شيء هذا إيرني ولا يستفز في محمد علي وينرفي فيه، ما نطقش اسم محمد علي ولا يقول له غير كاسيوس كلاي، وما بغاش يعيط له باسمه محمد علي. وصل مام دار غنية ترشق به شغل بهذيك الغنية ولا يقول له وجد روحك راني مترينين لك وجايك، وما قالش كاع اسم محمد علي. Come home, dear Cassius, won't you come home? I've trained the whole year through. Are you afraid, Mohammed? Are you afraid of what I'll do to you? Ain't it a shame you change your name? I'll change your features too. الانترفيو اللي قبل الماتش محمد علي تنرفى وقال له علاش ما راكش تقول اسمي، انا سموني محمد علي، قول محمد علي. هذاك ايرني قال له لا، قال له انت قلت لي سموني كاسيوس كلاي، سموك كاسيوس كلاي. تماك تنرفى محمد علي قال له شوف غادي نعاقبك ونردك تقول اسمي الحقيقي في وسط الحلبة وانت طايح. Well, what's your name? You told me your name was Cassius Clay. I never told you my name was Cassius Clay. Well, my name is Muhammad Ali, and you will announce it right there in the center of that ring after the fight if you don't do it now. I'm gonna punish you. مراها كي بدا هذاك الماتش محمد علي خمجه بالضرب، كل ما يضربه يسقسيه يقول له واتس ماي نيم واتس ماي نيم، حتى ايرني هذاك انطق قال له محمد علي. واحد الخطره محمد علي بغاو يديروا له نجمه في طريق تاع هوليوود. لا تعرفوا بلي في هوليوود كاين واحد البلاصه يديروا فيها نجومه الاكبر مشاهير العالم ولا شغل تاع امريكان. دونك محمد علي بغاو يديروا له نجمه تاعه، تحشوا له محمد علي قال لهم راكم باغيين ديروا لي نجمه تاعي ما ديروهاش في الارض ديروها في الحيط على خاطرش ما نقبل حتى حد يعفس على اسم الرسول صلى الله عليه وسلم محمد. وكما كان الحال نجمة محمد علي هي الوحيدة اللي مشي في الارض ومعلقة في الحيط. دونك من هذه تفهموا شعال محمد علي ربي رحمه وسع عليه كان يبغي الدين تاعه وكان يبغي النبي صلى الله عليه وسلم. محمد علي أسطورة من الأساطير الكبار اللي حاربوا العنصرية ودافعوا على الإسلام ربي يرحمه. هذه كانت الاستوار تاعنا علي
الفنيه تاع اليوم. جيسبر تكون عجبتكم. الا تبغوا دي زيستوار على شخصيات كبار ماركاو التاريخ ماذا بكم تقولونا باش ندير لكم واحد اخرين. فوالا اخوتي جيسبر عجبتكم. جيسبر ديتو التفاصيل اللي بالك ما كنتوش تعرفهم على حياه محمد علي. وجيسبر فوتوا وقت شباب معنا، هذا هو الصح. تهلاو في راكم خوتي، نتلاقاو منا على 3 ايام ولا 4 سنين، 7 8 10 12